طبيعة الحال الوضع الذي يعني نعيش الآن فيه أو هو ليس وضع جديد. هذا الوضع هو وضع طارئ بعد القزو والعراق الغاشم للكويت وانتشار السلاح. وانتشار السلاح طبعا في البداية كان يعني حي المقاومة الكويتية كان له دور في هذه العملية. عندما انتشار السلاح بعد انسحاب الجيش العراقي أصبح كثير يعني على مثل ما يقولون على عينك يا تاجر. والعملية أخذت أبعاد خطيرة برأيي، إن أصبحت العملية يعني انتقلت من عملية الحيازة الشخصية للسلاح إلى عملية المتاجرة بالسلاح. هذه طبعا شغلة خطرة جدا. ثانيا يعني أيضا نسمع إحنا أيضا أحيانا هناك بعض المحاولات لتهريب السلاح خارج الكويت. فهذه العملية برأيي يعني أولا أنا أتفق مع أخوي أبو عبد الوهاب أن إحنا نشد على أيدي وزارة الداخلية، لكن أنا وجهة نظري هذا تأخر كثيرا جدا. غزو انتهى من زمان أبو أحمد، كان المفروض ينفذ من زمان، كان ينفذ من زمان. طبعا أنت الآن تحكي عن فترة، كان الوضع السياسي غير قبل. نعم أنت طبعا أنا لا جايك الآن وضع المنطقة غير بعد. طبيعي الآن يعني إحنا لو عرجنا على عملية وجود يعني أولا ازدياد العنف بين الشباب، هذه ظاهرة جديدة في المجتمع الكويتي. ثانيا أنا ما أذكر أن إحنا كنا ككويتيين نستخدم الأسلحة في الأعراس مثلا، هذه أيضا ظاهرة جديدة. حمل السلاح في السيارة أيضا ظاهرة جديدة. فالعملية برأيي هي تأخرت كثيرا، لكن مثل ما قال يمكن أبو عبد الوهاب أن كثير من يعني التشريعات كانت تحتاج لهذه العملية. طبعا لو ربطنا ان هذه يعني العملية مع ما نراه من أخطار وأوضاع إقليمية قد تؤجج بعض يعني الصراعات او الفتن سواء في المجتمع الكويتي او اي من المجتمعات الخليجيه، وجود السلاح. فعمليه التغنين يعني انا كنت ايضا اتمنى، ولا بد ان هذا يمكن ما ادري المسؤولين يعني كان لازم ياخذون بالهم منه، ان كل دول العالم عندها قانون ايضا لحيازه السلاح. السؤال يطرح نفسه ابو احمد الان ايضا للساده المشاهدين الان، هل القصد من العمليه هو عمليه، هل هي جمع السلاح؟ ولا الأهم من جمع السلاح هو معرفة من يقتني السلاح؟ شايف السؤالين تهني أبو أحمد؟ إيش رأيك وين أروح؟ أنا برأيي الأفضل أن نعرف من يقتني السلاح. يعني المجتمع الأمريكي عنده سلاح، المجتمع البريطاني، المجتمعات المتقدمة أمنيا. فأنت بالحالة هذه يعني أنا لو رجعنا لإحصائية يعني الإحصائيات، ما عندي إحصائيات، بس أول إحصائية لا تعكس الكم الهائل اللي كان موجود من الأسلحة بعد القزو العراقي الغاشم. فلو رافق هذه العملية عملية جمع السلاح عملية معرفة من يقتني السلاح. طبعا الكثير المتاجرة، بس أختم أبو أحمد في هذه القضية، أن الكثير ممن اقتنى السلاح من لم يحصل عليه أثناء القزو شراه. فماذا يضر الحكومة لو وضعت ميزانية لشراء السلاح، واللي أيضا يتقدم بعملية طلب بترخيص السلاح؟ موجود ناس عندها ترخيص السلاح، وناس أيضا يعني خاضع للتشيك الأمني.